احنا معانا الكاتب الصحفي والمؤرخ حلمي النمنم. استاذ حلمي اهلا بيك. اهلا يا فندم، مساء الخير. استاذ حلمي، نتحدث الان عن الحاله الصحيه لمن حكموا مصر خلال ال 75 سنه اللي فاتت. بدانا بالملك فاروق وانتهينا بالرئيس السابق محمد مرسي. يعني قد ايه ممكن تكون عمليه الكشف اللي المجالس الطبيه المتخصصه هتقوم بها فارقه في حياه المصريين لما يكونوا بيحددوا انواع الامراض اللي على اساسها هيقبل ترشيح هذا المرشح من عدمه، وقد ايه كمان سوف يكون الكشف على هؤلاء المرشحين مهم جدا؟ يعني هو اولا انا مش مطمئن انهم يروحوا المجالس الطبيه المتخصصه. تصوري ان لابد ان تشكل لجنه طبيه خاصه جدا من كبار اطباء مصر وكبار اساتذه الطب في مصر. تمام. تضم اساتذه في الطب النفسي، لان انا تصوري الشخصي ان الرئيس المعزول محمد مرسي كان يعاني امراض نفسيه وليست امراض في المخ فقط، الامراض اللي حضرتك اتكلمت عنها. تمام. فنحن بحاجه الى لجنه طبيه محترمه يكون فيها معظم التخصصات. اثنين، ان تتعهد لجنه الانتخابات بان تحترم تقارير هذه اللجنه. تمام. لانه لجنه الانتخابات الرئاسيه الماضيه انتخابات 2012 انا طالبت مرارا وتكرارا وما زلت اطالب بفتح ملف تحقيق معها. لان هذه اللجنه لم تؤدي عملها كما ينبغي. انا مش بتكلم تحقيق جنائي ولكن على الاقل تحقيق معلوماتي وسياسي. لان هم ارتكبوا جريمه في تاريخ مصر. هم تعاملوا بمنطق مكتب شكاوى او مكتب لاستخراج بطاقه الرقم القومي. انت تروح بورقتين في شهاده الميلاد، شهاده التخرج، شكرا تتعمل لك البطاقه. هم عملوا كده بنفس الطريقه المره اللي فاتت. وعلى الرغم انه قيل في الصحف وقتها عده اشياء تتعلق بثلاثه من المرشحين. قيل عن الحاله الصحيه للمرشح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وقيل عن الحاله الصحيه للمرشح حمدين صباحي، وقيل عن الحاله الصحيه وعن حالات تعرض لها محمد مرسي حين كان مبعوثا للولايات المتحده الامريكيه. تمام. تم اغفال ما يتعلق بمحمد مرسي عن عمله. يعني تم تعامله بجديه مع الكلام الخاص بعبد المنعم ابو الفتوح، وعبد المنعم ابو الفتوح تعامل بجديه ايضا وخرج للاعلام يتحدث في هذه المساله. ونفس الشيء بالنسبه لحمدين صباحي. اما فيما يتعلق بمحمد مرسي، حذف عملية تدليس واضحة على الشعب المصري شارك فيها إعلاميين وشاركت فيها بعض أجهزة الدولة. وعشان كده أنا بأطالب لجنة التحقيق الرئاسية في 2012 لابد من فتح ملف تحقيق حولها وتحقق فيه مع كافة أجهزة الدولة. وأنا حينما أقول كافة أجهزة الدولة فأنا أعني الكل ولا أستثني أحدا. كافة أجهزة الدولة يعني مين يا أستاذ حلمي؟ نعم، يعني مين يا استاذ حلمي تحديدا؟ يعني يا صديقي العزيز، انت سيادتك لو النهارده قررت انك انت تسيب قناه المحور هتروح تشتغل في التلفزيون المصري، فالتلفزيون المصري هيعمل عنك تحريات وهيقولوا حسن السير والسلوك وحسن الصبر. صحيح. فانت ازاي واحد رئيس جمهوريه يتغفل عنه في هذه المساله؟ لو في شاب متخرج من كليه الحقوق المهام وقرر انه يقدم على وظيفه معاون نيابه في النيابه العامه، يتم التحري عن اقاربه من الدرجه الرابعه. احنا كده بنتكلم على الجهات الامنيه يا استاذ حلمي. مش بس الجهات الامنيه. ما هو الجهات الامنيه دي بتنفذ ما يطلب منها. انا بتكلم عن لجنه الانتخابات الرئاسيه. هذا كان واجب لجنه الانتخابات الرئاسيه. لجنه الانتخابات الرئاسيه انا شايف ان الاعلام واخدنا في سكه الكشف الطبي. يعني طب والكشف الاخلاقي؟ الكشف الاخلاقي كشف حسن السير والسلوك. اثنين، انا افهم يتقال بوضوح يطلب من المخابرات العامه تقرير بكل مرشح. من هو هذا المرشح؟ يطلب من كافه الاجهزه الامنيه، الرقابه الاداريه تقول من هو هذا المرشح. لانه كافه الاجهزه الامنيه يتخذ رايها علشان ما نفاجئش ان واحد خائن، وانا اعني هذه الكلمه، يدخل قصر الاتحاديه. طيب قبل ما اسال حضرتك على رؤساء السابقين يا استاذ حلمي، حضرتك قلت لي المجالس الطبيه المتخصصه ليك اعتراض على يعني ان هي اللي تقوم بتحديد الامراض وان هي اللي تقوم بالكشف. يعني ايه المآخذ اللي حضرتك بتاخذها واللي على اساسها بتطالب بلجنه مستقله من اساتذه كبار؟ المجالس الطبيه المتخصصه مع كامل الاحترام والتقدير دي بتفحص الموظفين اللي عايز اجازه مرضيه، اللي متقدم على وظيفه، اللي عايز يتعالج بره، وده شغلها في نطاق اختصاصهم، محترمين جدا. انا اريد ان احمي هذه اللجنه يا سيدي الفاضل.
انا لما اجيب لجنه مجالس طبيه متخصصه وتيجي تعترض على مرشح وهذا المرشح يصبح بعد شهر رئيس جمهوريه. ما هي الضمانه انهم مش هيذبحوا؟ صحيح. السيده المستشاره تهاني الجبالي اصرت ان محمد مرسي يحلف اليمين قدامهم بعد اسبوع من توليه. محمد مرسي طلب باللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامه وطلب ان تقوم المخابرات العامه بتلفيق قضيه لتهاني الجبالي وتتسجن. ولولا ان اللواء مراد موافي رجل محترم قال له ده مش شغلنا يا فندم، مش شغل اجهزه المخابرات. الله، انا محتاج لجنه ما يجيش واحد لما يطلع المنصب يعبث بيهم ويهنهم. انما لما اجيب لجنه في نهايه الامر لجنه للتربيه المتخصصه ويجي واحد اعترض عليه ويجي بعد كده يذبحهم، مين اللي هيبدا يحميهم؟ يعني يجب ان تكون حسب كلام حضرتك يعني لجنه طبيه مستقله يعني يعني يعني. طيب يعني اخد كده حاجه من قانون الانتخابات الرئاسيه الاخير واقول لك تكون محصنه كمان؟ نعم. واقول لك كمان تكون محصنه؟ لا انا ما بقولش ده، انا من حدوثه المحصنه مش المحصنه، انا محتاج لجنه ما يكونش اللي فيها مع كامل الاحترام والتقدير ما يكونوش موظفين حد يخوفهم. طيب تمام. أنا محتاج اجيب اساتذه حقيقيين واطباء كبار. طيب. انت كان عندك اطباء لما نيلسون مانديلا تعب راح طبيب مصري يشوفه. انا محتاج لجنه طبيه بهذا المستوى. طيب استاذ حلمي، هل كان عندنا اي من الرؤساء السابقين او حتى الملوك السابقين يعني خلينا يعني اخر واحد يكون الملك فاروق كان عليه اي علامات استفهام خاصه بامراض او غيره يعني قبل وصوله الى سده الحكم سواء كان ملك او رئيس، ولا الحاله دي اول مره نقابلها في عهد الرئيس السابق مرسي؟ احنا اكثر حاله فجاه حاله محمد مرسي، لان محمد مرسي كان مريض ومعروف مرضه وتم التدليس والتزوير لغايه ما وصل لانتخابات الرئاسه، لكن حكام مصر السابقين ما حدش فيهم وصل الى الحكم وكان مريض. الرئيس عبد الناصر اصيب بالسكر ولكن اصابته بالسكر كانت بعد تولي الرئاسه. صحيح. بعد الرئاسه. الملك فاروق اصيب بعد حادث القصاصين لكن من قبل كان شابا عفي الصحه وكل شيء. الملك فؤاد يمكن هو لما حكم كان خد رصاصه في زوره وكانت عامله له مشكله، لكن ما كانتش مشكله تاثر على الحكم بتاعته، كانت مأثره على صوته فقط. والرئيس السادات ايضا الرئيس مبارك يعني هؤلاء رؤساء برضو يعني نفس الحاله بالنسبه للرئيس جمال عبد الناصر ما كانش في عندهم اي اصابات. انا عايز لجنه محترمه رقم واحد انها تظل موجوده. دي تكون دورها انها تقول لي المرشح. اثنين ان تتابع الرئيس فيما بعد. يعني بمعنى ان الرئيس محمد حسني مبارك حين اصيب بالسرطان في المراره زي ما حضرتك بتقول كان ينبغي ان يتخلى عن الرئاسه، ان في لجنه طبيه تعمل تحقيق تيجي في لحظه تقول والله يعني انا تصوري لو عندنا مثل هذه اللجنه وشافت محمد مصطفى يقول الشرعيه كان القسم النفسي فيها يقول هذا الرجل ينبغي ان يرحى فورا لانه مريض عقليا. تمام. فده انا محتاج هذه اللجنه تظل موجوده، مش بس ان انا بسدد خانات للمرشح، طب فيما بعد لو هو بيحكم اصيب بمرض عقلي او اصيب بالزهايمر اعمل فيه ايه؟ هنحبسه زي ما كان زكريا عزم وجمال مبارك حبسوا حسني مبارك ويدير هم البلد؟ هنعمل ايه ده؟ لابد ان هذه اللجنه تكون موجوده وتكون لها صفه الديمومه تتابع الرئيس حتى وهو يحكم. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حلمي النمنم الكاتب والمؤرخ واللي بيطالب بلجنه طبيه مستقلة بتضم يعني كبار الشخصيات وكبار الأساتذة في مختلف المجالات، وتكون هذه اللجنة مستقلة حتى يعني لا يتم التنكيل بها في حالة كتابتها تقرير لم يأتي على هوى الرئيس الذي سوف يأتي فيما بعد. اتكلم على ان احنا عندنا أساتذة كبار لازم يؤخذ برأيهم في هذا المجال، عايز لجنة مستقلة وأيضا دائمة. في حاجة كمان مهمة اتكلم فيها، قال ان اللجنة دي لازم يبقى فيها اساتذة من كل الاقسام يعني دكاترة نفسيين برضو يشوفوا الحالة النفسية لهذا المرشح وذاك المرشح. اتكلم كمان ان لازم يبقى فيه تقارير خارجة من الجهات الرقابية والجهات الامنية تقول هذا الشخص سلوكه واخباره ايه اللي ممكن يحكم مصر ايا كان، يعني طالما ان هو بقى مرشح يبقى فيه احتمالية ان هو يحكم مصر سلوكيا اخباره ايه، اخلاقيا اخباره ايه، علاقاته اخباره ايه، هل ليه مآخذ او هل في مآخذ عليه خلال طول فترة حياته ولا لا. ده كان كلام الاستاذ حلمي النمنم الكاتب والمفكر. احنا حصرنا 16 مرض لمنع اي حد من انه يتولى الوظائف العامة،
ونعتقد ان هو ده هيبقى برضو او هي دي هتبقى نفس الامراض اللي ممكن تمنع اي شخص من الترشح للرئاسه. الامراض دي هي: واحد، امراض بالقلب، يعني عنده مشكله بالقلب. اثنين، فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي. ثلاثه، نقص المناعه المكتسبه الايدز. اربعه، مرض الضغط. خمسه، السكر. سته، ارتفاع ضغط الدم. سبعه، الانيميا الحاده. ثمانيه، السرطان بجميع انواعه. تسعه، الصرع. عشره، الشل الرعاش. 11، الزهايمر. 12، الفصام شيزوفرينيا. 13، الرهاب او الفوبيا، وده طبعا مرض نفسي بيعرف بانه خوف متواصل من مواقف او نشاطات معينه لما تحصل هذه المواقف، او مجرد التفكير فيها، او اجسام معينه او اشخاص عند لحظه رؤيتها او التفكير فيها. هي دي الفوبيا. في ناس بقى عندهم فوبيا من حاجات كتير، اللي عنده فوبيا من الضلمه، واللي عنده فوبيا من الاماكن المرتفعه، واللي عنده فوبيا من الحيوانات، واللي عنده فوبيا يعني اللي عنده فوبيا من اي حاجه في الحياه. في ناس عندهم فوبيا من زوجتهم. 14، الاكتئاب. 15، مش عارف المرض ده اسمه باركنسون، ده مرض بيصنف كخلل ضمن مجموعه اضطرابات النظام الحركي، يعني عباره عن رعشه كده غير اراديه. ثبت وجود المرض ده في عائلات بعينها ضد دون الاخرى، يعني حاجات وراثيه يعني. 16، التخلف العقلي والاعاقه العقليه. معنى ده ان القائمه من الامراض دي حسب فهمنا ان في على الاقل 5 اطباء هم اللي المفروض هيوقعوا الكشف الطبي على كل مرشح رئاسي. هيبقى موجود طبيب نفسي، طبيب قلب، طبيب عظام، طبيب مخ واعصاب، طبيب بطنة وجهاز هضمي. احنا هنبدأ كده ايه نعرف ايه اخبار الامراض دي ومدى صعوبتها ومدى تأثيرها على تولي شخص ما مقاليد امور دولة باكملها. هنبدأ مثلا من القلب، مستصعب انا امراض القلب شوية. معانا الاستاذ الدكتور احمد مجدي، الاستاذ بمعهد القلب وزميل كلية اطباء القلب الامريكية. استاذ احمد مجدي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ هيثم. اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضل استاذ احمد. ايه امراض القلب اللي ممكن تمنع يعني مرشح ان هو يتولى رئاسه دوله يحكم فيها 90 مليون مواطن، تؤثر على ادائه في العمل، تؤثر على نشاطه، على قوته، على حيويته؟ ما يجيلناش مرشح ولا قدر الله اصابته دي تخليه بعد اسبوع واتنين يحصل له حاجه ويسيبنا كده يعني. اتفضل يا دكتور. هو الحقيقه حضرتك بتفرق ما بين ايه الاعراف العالميه في كل الدول، وايه مثلا الدول اللي هي الناميه بيحصل فيها ايه، او دول العالم الثالث. في الدول مثلا الكبرى هو صحيح رئيس الجمهوريه او اللي هو على قمه النظام بيكون هو في مثلا الديسيجن ميكنج وكده، ولكن بيكون معاه هيئات معاونه كتير. يعني احنا كلنا عارفين ان هو مثلا ديك تشيني اللي هو كان الحقيقه هو كان الرئيس الفعلي لامريكا ايام جورج بوش الابن، هو كان تقريبا مغير نص قلبه ورغم كده كان اكتف، لكن معاه هيئات معاونه وحاجات زي كده. انت في مصر هنا النقطه الثانيه ان هو العمر بتاع رئيس الجمهوريه. تمام. هو زي انجلترا تخطت مرحله ان كان زمان هو بس اللي في نهايه السلم بتبقى رئيس الجمهوريه، دلوقتي بقى اللي في الاربعينات، وبالتالي لو انت عندك هنا الافرج الناس بيتقدموا مثلا فوق الستين، فتوقع ان هو ما فيش حد في مصر هنا عنده فوق 60 سنه ما عندوش ضغط، تقريبا 70% من الناس عندها ضغط وسكر، ودي حاجه وسكر حوالي 20%، فدي حاجات برضو لا تعوق العمل. لكن في بقى مثلا واحد يكون عنده امراض قلب، يعني اذا احنا وصلنا الكونكلوجن هنا ان هو ان رئيس رئيس الجمهوريه في مصر او رئيس الوزراء في مصر هنا غير بره، ان هو للاسف هيضطر هو يعمل حاجات كتير قوي بايده، لازم تبقى هاند ميد، وبالتالي محتاج يبقى يعني فيزيكال يكون فيت، وطبعا غير صحيا يعني نفسيا يكون فيت يعني غير. لا انا يا دكتور احمد بعد اذن حضرتك انا عايز اعرف الامراض، امراض القلب، يعني حضرتك مثلا لو بتكشف على مرشح للرئاسة هتكشف على امراض 1، 2، 3، 4، 5، لو عنده اي مرض من دول يعني حضرتك شايف ان هو ما ينفعش يكمل، ما ينفعش يبقى رئيس جمهورية. يعني بس اذا خدنا الشرايين التاجية اللي هي البيج سكيلر في مصر وهي زي ابيديميك، اللي هو لو واحد عنده ذبحة صدرية غير مستقرة، عنده مثلا شرايين التاجية عنده تعبانة، اذا خدنا مثلا مثال ان هو في بعض وظائف يعني ممكن الواحد يتعايش ان عنده شوية قصور في الشريان
ذبحة صدرية مستقرة متعايش بيها، لكن في وظائف معينة يعني مثلا في يعني عرف ان هو لو قائد الطائرة هي 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 هو بيكشف عليه اكتشفنا ان في اي حاجة بسيطة ما ينفعش يقود الطائرة. هي دي اذا طبقت كده على رئيس الجمهورية ان هو ده المفروض ان هو يعني في حاجات عند الانسان العادي يتعايش بيها، ممكن يبقى رئيس مجلس إدارة، لكن رئيس جمهورية محتاج ان واحد ممكن يعمل يعلن حرب، ممكن يعمل صحيح قرارات مصيرية. فهنا اذا قلنا ان قصور الشرعيه التاجيه اذا كان الشخص ده عنده، انا اعتقد دلوقتي مع التقدم المذهل في التشخيصات ان مثلا كل شخص غير اكلينيكيا اذا كان عنده ذبحه صدريه غير مستقره بيجي له اوجاع صدريه كتيره يتعمل له اشعه مقطعيه بس على الشرعيه التاجيه. تمام. طلع ان هو عنده اكستنسيف ديزيز، عنده شرعيه التاجيه مثلا ممكن بالصدفه ما كانش عارف ان عنده، عارف لكن طيب ايه عنده تاني غير الشريان التاجي او الشرايين التاجيه؟ عنده ضعف في عضله القلب، واحد عنده هبوط في القلب على طول هيبقى ده محتاج ان هو ضعف يتحرك، عنده ضعف شديد في عضله القلب، عنده مثلا ضيق في صمامات القلب، عنده ضيق في صمام الاورطه مش هيخليه يقدر، ما عندوش كارديك ابوت يعني ما عندوش دوره دمويه مش تمام شغاله. معظم الادويه اما بقى اللي عنده ضغط الدم عالي، اللي عنده مثلا عنده سكر حاجات زي كده اوكي. الحاجه الاخرى بس عاوز انبه عليها ان هو برده هنا بتحكمنا حاجات اللي هي المجاملات والعاطفه. في حادثه معروفه جدا زمان، هو احد وزراء كان متقلد وزاره سياديه، وبعدين الدكتور اللي هو كشف عليه اكتشف ان عنده تضخم بسيط في عضله القلب، وهو بالروتين قال له ده يعني ما هوش فيت او يعني ارجح كده، فهو طبعا استمر في وظيفته، وهو اول حاجه ان هو اخرج الدكتور ده، وكمان كان حاسس ان في عداء بينه وبين الاطباء عشان هو قال حاجه تعتبر كلمه حق. هي ما حدش اذا كان مثلا استاذ حلمي تماما بيقترح ان هو فيها لجنه وهتشوف المرشح الرئاسه، بس هو لازم اللجنه دي تبقى محايده وليها يعني بروتكشن مستقله، يعني بتتكلم على انها تبقى مستقله مش مجموعه من الموظفين اللي ممكن ان ينكل بيهم يعني في اي وقت. الحاجه الثانيه ان هو مثلا الرئيس ده ممكن عندنا يمكن بيقعد 20 سنه ان شاء الله ما يبقاش كده بعد كده، لكن لا احنا دلوقتي 20 سنه ايه بقى؟ لا يعني احنا غيرنا دلوقتي 8 سنين انت بتعمل فينا كده ليه يا دكتور؟ لا يعني احنا حلو قوي 8 سنين فهو قصدي حتى لو قعد 4 سنين كل سنه يتعمل له تشيك اب، يعمل له اشعه مقطعيه ثانيه، يعمل له ستريس تيست رسم قلب مع المجهود، يعمل له تحاليل تاكد ان هو كويس، تعمل له موجات صوتيه يعرف ان هو دي. في امريكا الكلام ده بيتعمل روتين، ده هم مثلا رئيس اوباما بيعملوا له كولونوسكوب، بيعملوا حتى منظار للقولون لحسن يكون عنده حاجه. فهو ده ليه ما نطبقش الحاجات دي بس مش صعبه، ان هو التشيك اب الكامل المظبوط، لان ده هيقود دوله زي اللي هيقود طياره صغيره. هو ده يعني ده لازم واحنا الطياره بتاعتنا كتير قوي وفيها ركاب كتير قوي يا دكتور. ايوه، لان ما دام في عاتقك ناس كتير يبقى انت تستحمل اللي عاوز كده، وبعدين هو دي مش بس على حاجه شخصيه، لا اللي عاوز المر لازم او متحمل طيب المسؤوليه يتحمل يتقبل كل الحاجات. طيب بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد مجدي استاذ امراض القلب في معهد القلب، شكرا جزيلا لحضرتك. الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا استاذ هيثم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور محمد. ايوه اتفضل. مرشح للرئاسه حضرتك هتكشف عليه وتتابع حالته، من وجهه نظر حضرتك وتقييمك الشخصي لو لقيت عنده امراض ايه يبقى الراجل ده ما ينفعش يبقى رئيس 90 مليون مواطن، ايه الحاجات اللي تعدي وايه الحاجات اللي ما ينفعش تعدي لازم يتوقف ويتقال له لا بعد اذنك انت مش هينفع تكون موجود هنا؟ اول حاجه اضطرابات الشيخوخه، على اساس ان احنا كتير قوي كان بيحكمنا ناس كبار في السن، فاحيانا يبقى في مبادئ تصلب شرايين المخ بتخلي الشخص الذاكره بتاعته بتبدا تضعف، قدرته على الحكم على الامور ما بتبقاش مظبوطه قوي، احيانا ينسى الاسامي، قدرته على التفكير المركب دي اللي بتبقى يعني مضطربه اكتر شويه، لانه ممكن الاعراض الخفيفه في اضطرابات عته الشيخوخه ما تبقاش كشفها في الاول، خاصه اذا كان عنده يعني مهارات سياسيه عاليه او مهارات في التواصل عاليه فساعات تداري، لكن اللي بيبان اللي هو القدره على التفكير المعقد والمركب في اكتر من حاجه في نفس الوقت والذاكره للاسماء. ده عاده بيحصل في سن كام يا دكتور محمد؟ والله المفروض ان هو يعني بدايه من سن 60 ممكن يبقى النسبه بتبدا تظهر، بيبقى حوالي 5% من الناس عند سن 60 بيبقى عندهم
يعني عته الشيخوخه فوق ال 70 تبقى النسبه 10%، فوق ال 80 بتبقى النسبه 20% وهكذا، فبتزيد مع زياده المرحله العمريه دي اول حاجه، ومع زياده الضغوط كمان. هي ليها علاقه بالناحيه البيولوجيه في المخ اكتر من الضغوط، لو المخ شغال كويس وفي ضغوط يقدر الشخص يستحملها. تمام. الحاجه الثانيه هي الاضطرابات الوجدانيه اللي هي تقلبات المزاج الحاده او الزايده عن المعتاد، زي حالات الاكتئاب او حالات الهوس وما تحت الهوس، ان يبقى الشخص ده عنده تقلبات مزاجيه كثيره ومؤثره وواضحه بتخليه يبقى يعني مضطرب مزاجيا، وبالتالي لما هيواجه ضغوط وتقلبات في السياسه المحليه والدوليه والحاجات دي كلها ما يقدرش يتعامل معاها، او لو تعامل هتبقى تعاملاته غير متوازنه وغير منطقيه، لانه هيتاثر كثيرا لما يكون في حاله اكتئاب تلاقي قراراته ليها شكل، ولما يكون في حاله الانبساط او المرح هتلاقي قراراته مندفعه ومتفوره، فبالتالي تقلبات الحاله المزاجيه بتؤثر كثيرا على قراراته. الحاجة اللي بعد كده مثلا امراض زي الفصام او حاجة اسمها الاضطراب الضلالي. لو طيب قبل ما نوصل للفصام ده بعد اذنك يا دكتور، يعني هل الامراض دي بتبان من الفحص، ولا في حاجات معينة ما بتبانش غير لما حضرتك قلت دلوقتي ان ممكن مثلا في حالة الفرح الشديد او في حالة التوتر الشديد ممكن تبان، او تغير في السياسات وتغير في الاستراتيجيات سواء الداخلية او الخارجية؟ يعني هل في حاجات ممكن تعدي على الفاحص، تعدي على الطبيب، ويتم اكتشافها في مواقف معينة ما ظهرتش مثلا في الفحص؟ للأسف الشديد، يعني لو الشخص ده عنده حاجة من الامراض دي وبيبقى تحت رعاية علاجية كويسة، ممكن اثناء الفحص ما تبقاش باينة قوي، خاصة لو كان يعني عنده ملكات شخصية عالية، فبالتالي العيوب المرضية دي مع كمان العلاج الدوائي والعلاج النفسي، فممكن اثناء الفحص تبقى متغطيه، لكن تبان في ظروف بعينها لما تزداد الضغوط او تيجي اوقات نوبات، لانه في بعض الامراض النفسيه نوبيه يعني بتيجي في اوقات معينه من السنه، فلو احنا بنفحصه في وقت والحاله مستقره ما بين النوبات ممكن يبدو وكانه طبيعي، وهي اشكاليه بعض الاضطرابات النفسيه. تمام. نيجي بقى للاضطرابات التانية اللي هي ممكن يبقى فيها نوع من اضطراب الادراك او الشكوك، ودي بتحصل في الفصام او الاضطرابات الضلالية، بيبقى هو يعني يتشكك في من حوله ويشعر انه كأنه فيه مؤامرة بتدار، وانه فيه اعداء كتير متربصين، الناس كلها متآمرة عليه او بالبلد والناس متآمرة عليه، ويبدأ يعني يبقى سيء الظن ويثير تفسير الكثير من الظواهر، ودي بتحطه وتحط البلد كلها في ازمه شديده، لانه هيبقى عنده مشاعر اضطهاديه وشعور بالمؤامره، وممكن يتخذ قرارات بناء على هذا. طبعا ممكن حد يقول طب هي دي هتبقى باينه كده، ما هو يبان انه مريض. لا، هي الحقيقه ما بتبقاش باينه بالسهوله دي، ولكن بيبقى دايما عنده توجس وتضخيم للاخطار، وبالتالي استجاباته تبقى متجاوزه للحدود المعقوله. في ناس كانت بتتكلم على جماعة الإخوان إنها مصابة بهذا المرض، مش بتكلم على شخص بعينه، نتيجة لظروف سياسية معينة عبر فترات زمنية طويلة، يعني تم تعميق هذه الفكرة اللي قد تحولت إلى مرض. حضرتك متفق مع ده ولا مختلف يا دكتور؟ والله طبيا ما تقدرش تصف مجموعة من الناس بمرض. صحيح. ده طبيا ما يبقاش مظبوط، لأنه المجموعة كل واحد فيهم وله يعني تركيبته له نفسيته، لكن يعني تستطيع انك انت مثلا تقول على شخص بعينه لما تفحصه ان الشخص ده فيه الحاجه الفلانيه دي ولا لا، ولابد من الفحص. انما الاحساس بالاضطهاد والشعور بالمؤامره اللي بتحيط بيهم في كل وقت، وان الناس كلها يعني معاديه ليهم، وان هم اللي المفروض يعني ينجوا بانفسهم من خلال قراراتهم ومن خلال تجمعهم وتوحدهم بمنأى عن كل هؤلاء الافراد، ده ما ينفعش ان احنا يعني نشخص مرض بناء على ده، لازم يكون الفحص مباشر. لا، لازم يكون الفحص مباشر للشخص عشان نقول انه الشخص ده عنده الحاجه الفلانيه دي علميا كده، عشان يبقى عندنا موضوعيه علميه ومنطق علمي مظبوط.
نيجي بقى للاضطرابات اخرى عند الشخص المترشح للرئاسه المفروض ما تكونش موجوده، انه يكون مصاب بالوسواس القهري. تمام. الشخص اللي عنده وسواس قهري بيميل للتدقيق الشديد في كل التفاصيل، ويبقى عنده تردد في اتخاذ القرارات، وبيبقى يعني لابد ان هو يعمل كل حاجه بنفسه ويتاكد من كل حاجه بنفسه. طيب. فمنصب الرئيس لا يحتمل يعني هذه الصفات، لانها هتعطل القرارات وتخليه يغرق في تفاصيل كثيره وما يقدرش يبقى خطواته واسعه. طيب دكتور محمد، استاذنك في سؤال اخير. مين اكتر رئيس مر على مصر كان منضبط نفسيا، ومين اكتر رئيس مر على مصر كان عنده خلل نفسي او مشاكل نفسيه حقيقيه؟ والله يعني ايه، يعني اقدر اقول مثلا اجاوبك على الشق الاولاني من السؤال. انا عايز الشق الاولاني والثاني يا دكتور محمد. السادات كان يعني اكثرهم يعني صحه نفسيه، كان عنده مميزات كثيره، وعشان كده نجح في معارك سياسيه ونجح في معركه عسكريه وكده. الباقيين بقى بدون ذكر اسماء، يعني كان في بعضهم مثلا كان في مظاهر الشيخوخه كانت واضحه جدا، وكانت عامله حاله من الجمود في التفكير وعدم القدره على اتخاذ القرار. الباقيين ايه؟ هما ثلاثه اللي باقيين. لا مش مهم بقى، يعني مش مهم الاسامي يعني. حد تاني كان عنده برضو سمات البارانويا، التشكك في من حوله، احساس بالعظيم بالدعامه والقدره والسيطره. انا بس عايز قبل ما انهي يعني المداخله، انه اقول ان مش بس اضطرابات النفسيه، لا كمان في اضطرابات شخصيه، ودي مش امراض، ما بيبقاش الشخص مريض لكن بيبقى عنده نمط شخصيه معين. اقولها بسرعه، انه في نمط الشخصيه البارانويا او الشخصيه البارانويا، ده بيبقى شخص سيء الظن، شكاك قوي في اللي حواليه، دايما حذر زياده عن اللازم، متوقع الشر من كل اللي حواليه، مش واصل لدرجه الضلالات زي المرض اللي احنا قلنا عليه. ايوه صحيح. لكن بيبقى عنده هذه الحاله من التشكك والشعور بالاضطهاد والشعور المبالغ فيه بالعظمه وكذا. الشخصيه الثانيه هي الشخصيه النرجسيه. الشخص النرجسي ده معتز بذاته جدا، وذاته متضخمه، ويرى انه شخص متفرد، وانه يعني ما فيش حد زيه، انه هو نجم النجوم في العالم كله، هو محور الكون. ده ينطبق على مين من الرؤساء السابقين؟ برضو مش عايز اقول اسامي، لانه يعني من الناحيه العلميه مش هيبقى مظبوط ان انا اصم حد باضطراب شخصيه. لكن حضرتك بتسمع مني الوصف، وانت والمشاهد بتقدر ايه تقول والله الكلام ده يجي على ده، ينطبق على فلان، لانه برضو الشخصيات فيها خلط شويه، يعني ممكن شخص معين ياخد جزء من النمط ده او جزء من النمط ده، فمش لازم يكون الشخصيه نقيه. طيب اخر سؤال، وفي كلمه واحده يا دكتور محمد، حضرتك مع ان المجالس الطبيه المتخصصه تكون هي اللي مسؤوله عن عمليه الكشف وتحديد الامراض كمان بالنسبه للمرشحين، وان تبقى لجنه مستقله زي ما ذكر ضيوفنا الكرام قبل كده؟ انا كتبت قبل كده في مقال في جريده الوطن الجمعه اللي قبل اللي فاتت عن التقييم النفسي للمرشح الرئاسه، وقلت الاليه بتاعتها، اقترحت انها تكون لجنه مكونه من رؤساء اقسام الطب النفسي في جامعات مصر كلها، وانه دول كل واحد بيكتب تقرير منفرد، وبعدين بيختاروا ثلاثه منهم بالاقدميه او القرعه، والثلاثه دول هيصيغوا تفاصيل التقارير اللي جت من كل المجموعه، وبعدين يجتمعوا اجتماع نهائي كلهم على اساس ان هم يعملوا صياغه نهائيه للتقرير، وده يبقى تقرير مجرد تقرير ارشادي للجمهور عشان يقول ايه المميزات النفسيه في المرشح ده، وايه العيوب النفسيه في المرشح ده، وما يبقاش ليها اي دخل في انها تمنع مرشح ان يترشح، لانه في الاخر يعني حاجه استرشاديه كده يا دكتور. صحيح. شكرا جزيلا لك يا دكتور. الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، شكرا جزيلا. الدكتور محمد المهدي قال يعني هو بيقول الوصف وكل واحد يعني خلاص يدور في ذهنه او يشوف قدامه الشخصيه اللي هو بيتكلم عنها. ما ينفعش ان هو يتكلم على شخص ما بامراض ما وشايف ان ده مش هيبقى شيء علمي. طيب احنا معانا الدكتور جمال عصمت، استاذ الكبد ورئيس الاتحاد الدولي لاطباء الكبد. دكتور جمال اهلا بيك يا فندم. بيكم استاذ المشاهدين. اهلا وسهلا. دكتور جمال، ايه الامراض الخاصه بالكبد اللي ممكن تمنع شخص ما عن اداء مهام رئاسه جمهوريه مصر العربيه، رئاسه دوله فيها 90 مليون مواطن بيقابلها
كل هذا الكم من التحديات خلال الفترة القادمة؟ هو الحقيقة طبعا يعني وجود مرض تليف الكبد أو فشل الكبد هو ده المحدد الرئيسي اللي بيخلينا نقول إن في بعض الأشخاص غير مؤهلين لوظيفة معينة. وأنا الحقيقة عايز أوضح فرق قوي جدا ما بين الإصابة بالفيروسات وحدوث فشل كبدي أو تليف كبد. إحنا عندنا 15 إلى 20% من الشعب المصري للأسف مصاب بفيروس سي أو فيروس بي. فده لا يمنعهم من ان هم يتولوا مناصب قيادية او مراكز قوية. لكن اللي احنا بنتكلم عليه هو البني ادم اللي تطور المرض عنده ووصل لدرجة تليف متقدمة يبقى فيها نوع من فشل الكبد. يعني مجرد الاصابة بفيروس سي يعني ما تمنعش حد ان هو يبقى رئيس جمهورية؟ لا طبعا. ده يبقى فيه اجحاف جامد جدا. ان اكتر من 90% من المصابين بفيروس سي لا يعانوا مشاكل صحية واضحة. لكن اللي بقول لحضرتك عليه هو ان انا لازم اعمل تحليل لوظائف الكبد واذا لقيت في خلل في الوظائف الخاصة بتصنيع المواد اللي بيحتاجها الجسم، لقيت في خلل في الوظائف الخاصة بالتخلص من المواد السيئة اللي موجودة جوه الجسم، هو ده اللي خليني اقول ان الشخص ده معرض للإصابة بفشل كبدي، معرض لما بنقول عليه ملامح ما قبل الغيبوبة الكبدية اللي ممكن تأثر على قراراته وعلى اتخاذه للقرار السليم. فأنا بس عايز أوضح لحضرتك إن إحنا ما نقدرش نقول إن إحنا بنمنع هذا المرشح لإصابته بفيروس سي أو فيروس بي. تمام. لكن بنمنعه لو هو فعلاً عنده يعني فشل كبدي أو عنده خلل واضح في وظيفة الكبد، خوفا على ان ده يأثر عليه في اتخاذ القرار، وخوفا ان ده برضه بيخلي حالته الصحية غير مستقرة، بيعرضه ان هو يحدث فيه مثلا قيء دموي، يعرضه ان هو يحصل له غيبوبة كبدية، يحصل له استسقاء. وزي ما قلت لحضرتك في المقدمة ده ما بيحصلش الا 10% فقط من المصابين بالفيروسات الكبدية. تمام. فيجب ان احنا نقيم مش بس عنده فيروس او ما عندوش، لكن نقيم حالة الكبد ووظائف الكبد ونسيج الكبد، وعندنا اجهزة حديثة حاليا بتقدر تعرف مدى تأثر نسيج الكبد بالفيروس اللي موجود اذا كان موجود. اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال عصمت استاذ الكبد ورئيس الاتحاد الدولي لاطباء الكبد. احنا في مواصفات كتيرة جدا المفروض تكون في رئيس جمهورية مصر العربية القادم، يعني قدرته السياسية، تفكيره، رؤيته، طموحاته، أماله، جده واجتهاده، لكن برضه بالإضافة لده كله احنا محتاجين حد بجد ومش هزار يكون صحته كويسة. صحته كويسة يعني ايه؟ يعني عنده القدرة على انه يعمل اكبر وقت ممكن في اليوم، حد يكون عنده القدرة انه يتحمل كل هذا الحجم من الضغوطات والمشاكل، حد ما يقولش ما حدش يقول لي كذا او كذا عشان ما يتعبنيش او ما يزهقنيش، حد يكون عنده قدرة على التواصل مع المصريين في كل مكان، يقدر يروح المحافظات المختلفة ويكون ليه زيارة كل فترة الى محافظة مختلفة، حد يكون عنده القدرة خلال الفترة اللي احنا فيها دي تحديدا على السفر الى دول كثيرة والتواصل مع دول سواء كانت قريبة وشقيقة او دول اخرى قررت الابتعاد خلال الفترة الاخيرة. يعني عايزين حد في كلمة واحدة صحته بوم.